خلوني على السوق مع حسن شاهين ومعمر سلامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، أيها الشابات، يا رجال الوطن، يا فتيات الوطن، يا أيها الناس الذين سوف تبنون بإذن الله مستقبل جميل جدا للحياة اللي احنا عايشينها، وتخلونا نعيش حياة حلوة. ولا تنسوا لما أنا وأخويا معمر بنتكلم معاكم في البرنامج هذا، احنا بنبني مستقبل ترى لأولادنا. لما تكون انت إنسان ناجح ولما تكون إنسانة ناجحة، أرجوكم بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، تعالوا الإذاعة وسووا نفس البرنامج، حتكون بنتي ولدي كبار ويسمعوكم ويتعلموا منكم. هي كيف الحياة؟ جيل يعلم جيل وجيل يرشد جيل، الكبار يعلموا الصغار. يعني إحنا الآن ممكن أكبر منكم شوية، أنتم ما زلتوا في 20 سنة، ممكن إحنا مثلا عمرنا 25 سنة، فبنعلمكم وما شابه ذلك. فهي كده جيل يعلم جيل. ما إحنا بس ما إحنا 25، أنت يمكن 25، أنا 24 سنة. طيب ماشي. المهم خلونا يا جماعة الخير في الشيء المهم جدا. إحنا الآن في هذه الحلقة اللي هي تعتبر حلقة رقم 9 في برنامج دلوني على السوق، تكلمنا في الحلقات الماضية كلها عن تعريف بالبرنامج وأركان تطوير الذات الأربعة: معرفة نفسك، إجادة معرفة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، مهارات الاستقلال المالي، مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. الآن نبغى نقفل أركان الذات، تطوير الذات، معاك يا معمر في الحلقة دي. تفضل الحديث لك يا أخي معمر. طيب يا شيخ حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن زي ما انت شرحتها، هي الخمس الاركان، الاربع الاركان هذه، طبعا عشان برضو ندي فكره للناس وما نخليهم برضو يملوا، نحن نديهم هي قصه عشان يستوعبوا كيف الوضع. طبعا هذا الشخص اللي عليه القصه ده نحن قابلناه، وانا صراحه افتخر انه انا عرفته. قصته جدا جميله. الشخص هذا من عائله متكون من 4 افراد غير الوالد ووالدته. هو يعتبر الوسطاني. أبوه كان عنده ورشة، الورشة دي كانت جل حياته. للأسف حصلت له ظروف أبوه فخسر الورشة وخسر هذا وترهنت الورشة. فوالده على أساس الظروف اللي مر فيها قرر أنه يشتغل في أرامكو. فجاته فرصة أنه يشتغل في أرامكو كفراش. هذا الأب، الأبو، أبو الولد، الأبو سيب الورشة حقته تمام، لأنه أيوه لأنه ترهنت الورشة وما قدر يشتغل، مر بظروف مالية، مر بظروف مالية. ربنا يفرج علينا جميع. آمين. أيوة. يا رب. آمين يا رب، آمين يا رب. إيش اللي حصل؟ إنه الولد الأبو طبعا كل تركيزه كان على أخه، اللي طبعا اللي نحن عليه القصة الولد الوسطاني. أخوه الكبير كل كان تركيزه عليه، لأنه الولد ما شاء الله تبارك الله في الجامعة نسبته عالية، فقال أنا أحط كل تركيزي على ولدي ده، لما نتخرج إن شاء الله يجيب شهادة كويسة، يشتغل بوظيفة كويسة يساعدنا. يعني مو برضو ما نبخس حق الوالد، لا بالعكس، كان برضو بركز أولاده التانين، بس ده أكثر شيء. والولد الثاني ده كان في الثانوية وقتها، كان في الثانية الثانوية. اللي حصل إنه كانت في دورة إنجليزي، ومنها بدأت القصة. للموظفين أرامكو، إنه أي واحد موظف أرامكو يقدر يجيب ولده ويدرس، وبعد ما يدرس يدوا له فلوس. الله، ممتاز. إحنا حقيقة بالمناسبة نشكر الشركة هذه اللي هي تعتبر والله إمبراطورية. ما شاء الله تبارك الله، جدا جميلة. آمين يا رب. فاللي حصل إنه أخذ ولده ده الوسطاني اللي على القصة، أخذ الدورة خلصها، طلع له من الدورة دي 2000 ريال. الأبو جاء الولد وقال له خذ 2000 ريال دي، أنت عارف وضعنا المالي كيف، 2000 ريال دي لمدة سنة حاول تخليها مصروفك. الأبو أدى الولد 2000 ريال اللي هي حقت الدورة الإنجليزية. أيوه. قال له لأنه إيش اللي حصل؟ أيوه، قال له أنا أدوني أرامكو بعد ما خلصت أنت الدورة، هدي 2000 ريال تمام؟ مصروفك، هذا مصروفك، أنا ما أقدر أدي لك، أنت شايف كيف وضعنا، وأنا عارف أنك أنت مقدر على وضعنا، بس هذا هو. الولد كانت عنده سيارة. حلو. فلما شاف أبوه كده، وشوف هنا نبدأ ناخدها حبة حبة تطوير الذات، شوف كيف الحين. الولد أخذ 2000 ريال وقال أنا هاخذ السيارة وأروح أبيعها. على 2000 ريال؟ سيارة؟ لا، من أجيك في الكلام. قال أنا كان عنده ونيت. ونيت. قال إنه إيش؟ أنا فلوس السيارة مع 2000 ريال دي أنا إيش؟ أساعد أهلي. جلس يلفلف في السيارة، جاته فكرة تانية. قال لي أنا ليه بيع السيارة؟ خليني أستغل السيارة وأفكر كيف أنا أقدر أشغل السيارة وأساعد أهلي بقدراتي. أنا عندي قدرات. إيش قدراتي؟ إنه أنا أحب أروح وأقابل الناس وأتاجر وأروح، هذا وأنا جربت نفسي في كم كذا حاجة كده، هو بيقابل من نفسه.
فأنا أخذ الألفين ريال مع السيارة وخليني أفكر إيش أسوي. يقول لك جلس يلفلف يلفلف يلفلف، لقى عند راح عند واحد بقالة، قابل حق البقالة قال له أنت أنا بشتغل معك، قل لي أنا إيش تسوي، أنا عندك سيارة تنقول لك البضائع، قال له أنا ما عندي سيارة، قال له طب أسمع أنت تديني فلوس أنا بشتري لك وأنا أخذ المكسب منك وأبدأ أطور نفسي، قال له أنا ما عندي مشكلة حق البقالة، يجيب له بضاعة يجيب له بضاعة. بدأ بحق واحد بقالة، بعدها بأسبوعين شوف المهارات التواصل الفعال، تواصل مع بقالة تاني ثالث رابعة خامسة سادسة، قفل سبع بقايل في نفس المنطقة حقت الحرب. شوف طيب. شوف التفكير طيب. شوف التفكير دحين احنا قلنا التواصل الفعال ومع الآخرين، ايش سوى تاني خطوة؟ لقى طبعا بدأت تبدأ المدارس وكان الثانوية عام، ايش سوى؟ صار يدرس في النهار في النهار وفي الليل يروح يجيب البضائع للناس. جزا الله اي عشان يبدأ يتواصل فعال ومع الآخرين. ايش سوى؟ واحد من بعض الفلوس اللي سواها ايش سوى؟ جاب له فاكس وجاب له تليفون. ايوه وكلمهم وداهم خبر، قال لهم شوفوا حطوا طلباتكم بدل ما نضيع وقت، وهذه يسميها بالانجليزي الافيشنسي اللي هي ايه الترتيب، رتب نفسك تسيطر على الوقت كيف بدل ما اجيكم اتقان، نقولها اتقان برضو افيشنسي تيجي برضو كلمه اتقان، بدل ما اجيكم ونضيع وقت انا اجي على الظهر اتغدى، بعد ما اتغدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اخذ طلباتكم موجوده على الفاكس اصورها واروح اجيب لكم. هي الولد في ظرف 3 شهور جمع مبلغه، هدفه الأساسي كان وقتها إنه يروح يرجع ورشة أبوه. الله. أخذ الفلوس جمع، كان الرهن على ورشة أبوه 20,000. رجع 20,000. أخذ 20,000 وراح للشيخ اللي هو صاحب الأرض، جلس استنى واحد عمره 17 سنة، قالوا له طال عمرك هذا لي 4 أيام بيقابلك وأنت كنت مشغول، كان مشغول. واحد من قال له ما أشوفه. خلاص خليني أشوفه إيش حكايته ده، كل يوم يجي الصبح يقعد يستنى. قال له أنا ورشة أبوي أنت أخذتها ومن حقك لأنه عليها رهن. أيوه. أنا جاي أفك الرهن. أيوه. قال له أنت إيش حكايتك، أنت عمرك 17. حكى له الولد. أيوه. قال له أسمع هذا 20 خدها ورشة أبوك بكرة يستلمها، أنا أتفتخر أنه أعرف واحد سعودي زيك. أحترم أحترم إصراره وتصميمه يا الله. ما هذا الولد إيش غطى؟ استقلال مالي وسرعة التعليم، أنه كيف رتب نفسه وسوى عمل وتواصل وتواصل. الولد إيش سوى؟ الأرض الأرض حق اللي فيها الورشة في خلال 5 سنين اشترى الأرض كلها كاملة، جاب فلوس وصار من أكبر التجار اللي موجودين من جدة، تجار موجودين في جدة. صح أنه ما كمل الثانوية بس لقى شيء، لقى نفسه، لقى هي مو شرط بالعلامة يا شيخ حسن، مو شرط في العلامة، مو شرط في العلامة، وعيدها كم مرة مو شرط في العلامة. بس لا إحنا لا شوف برضو ما نبغى نقول لكم لا تدرسوا، ما لكن ما بقول لك اللي أنا بوصل لك هو، وشوف كيف عزته في نفسه خلى ورشة أبوه موجودة، دخل الونيت جوة هذا وقفلها، قال له أبوه أجلس أنت في البيت وعيش أحسن عيشة. اللي أنا بحاول أوصل لك إياه معرفة نفسك، عرف نفسه، عرف قدراته، أتواصل، أتعلم، وسأل، ورتب مصدر مالي لوحده من دون ما اعتمدها. هذه كلها القصة أخذت الحلقة كاملة، مع أنه كنا بنقفل إحنا ببعض المعلومات، لكن يا إخوتي الكرام سمعتوا القصة، أنتوا اسمعوها بعدين في الانترنت، الحلقة دي موجودة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم يا رب ويسعدكم يا رب. شكرا لكم وفي أمان الله.